على غير ما كان متوقع، تطرقت الفنانة المصرية دينا الشربيني في أول لقاء تلفزيوني لها عقب أزمة انفصالها عن عمرو دياب إلى الحديث عن الزواج، وفي أولى حلقات برنامج بصراحة مع الذي يعرض على قناة أم بي سي ويقدمه الفنان عمرو يوسف كمذيع، حلت دينا الشربيني ضيفة على الحلقة الأولى، وتطرقت إلى الحديث عن عدة جوانب أبرزها رأيها بالزواج. وبادر عمرو يوسف صديقته دينا الشربيني بسؤالها عن رأيها في الزواج من دون ذكر اسم عمرو دياب أو التلميح إليه، إلا أن إجابة دينا جاءت صادمة، حيث قالت: للأسف إحنا بناخد فكرة إن الجواز نهاية العلاقة مش بدايتها، وده مش حقيقي. وأضافت: المفروض يبقى في فترة تعارف، سواء اتنين بيتعرفوا على بعض أو اتخطبوا أو أي كان، هما ما يبقوش على طبيعتهم. أنا عايز أطلع ممتاز وانتي ممتازة، فننبسط قوي إحنا الاتنين مع بعض. وتابعت: المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد يعيش مع التاني، فبتشوفوه على حقيقته. طب أنا لو مبينة حقيقتي من الأول ما ظنش إن ده حيحصل. وبينت: اللي أقصده إن كل واحد بيتخيل إنه امتلك اللي قدامه، فلما بتملك حاجة زي أي حاجة، زي أنا دلوقتي لو نفسي في عربية أو شنطة أو ساندويتش، حتى ودقته أو أخدته وبقى بتاعي أو ملكي، بعد كده بدل ما الشنطة دي كنت بحطها على رجلي أو على الترابيزة هبقى رمياها على الأرض. فهي دي فكرة التملك، وإنك بتتعود. وبدورها توجهت دينا الشربيني إلى عمرو بسؤال حول سبب رؤيته لها أنها متسرعة، وهو الأمر الذي أكده عمرو يوسف قائلاً إن دينا متسرعة بسبب ثقتها الزائدة بالناس، ومتسرعة في الحكم على الأشخاص واتخاذ قرارات متسرعة. وهذا ما أكدته أيضاً دينا، معترفة بأنها تحاول التعديل من هذا السلوك. وانتهت دينا الشربيني مؤخرا من تصوير فيلم 30 مارس، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد البعض لا يذهب للمأذون مرتين. وكانت دينا قد صرحت في وقت سابق بأنها تحرص على عدم التواجد طوال الوقت على الساحة الفنية بشكل مستمر، لأنها لا ترى التواجد المستمر شيئا جيدا، ولذلك فقد حرصت على الفصل بين توقيت تصوير أفلامها الأخيرة. ولفت نظر المشاهدين خلال تصريحات دينا السعادة التي بدت واضحة عليها، على الرغم من أنها خسرت وزنا كبيرا في الفترة الماضية. وانتشر مؤخرا أنباء عن انفصال دينا الشربيني عن عمرو دياب، وبدأ بقلة ظهورهما سويا على عكس ما كان يحدث سابقا، وانتهى بأقاويل أن عمرو دياب طردها من شقته بسبب إصرارها على إعلان الزواج بشكل رسمي.